وقت الصمت هناك شيء مخبأ في الداخل، هناك أمل يهتف في روح عرفت معنى العلم وأهمية العلم في حياتها، هناك أمل يهمس بأن في العلم إنارة للطريق وأن الجهل لا يقدر بثرة نور من العلم، وأن هناك عقلا يفكر ويتدبر لكي يصل لغايته ومتطلبه، وهناك قلبا يحمل هم العلم ونشره. نعم، هم الأوفياء الذين يواجهون الصعاب ولم يتخلوا عن العلم ولو للحظة، وراياتهم في العلم مرفوعة. إنه العلم الذي ينير بصيرتنا ويوقظنا من غفلتنا وحسرتنا، بل إنه مهم في حياتنا وهو سر سعادتنا ومنبع إبداعنا ونقطة أهدافنا. وبالعلم تسمو أخلاقنا وتزداد هممنا وتعلو مكانتنا وترتقي آمالنا وتكبر أهدافنا ونصل لمبتغانا وغايتنا عزة ومهابة، قوة وشموخ تكمن في علمنا، طاعة للرب ومنفعة للفرد وكرامة للأمم ورفع راية ديننا الحنيف. إنه العلم الذي أوصى به حبيبنا محمد صلوات الله عليه، وهو حصاد مثمر وثمرة يانعة. إنه سعادة سرمدية وخطوات جلية تسمو وتعلو في ظلال الرحمن. ها هو ذا العلم الذي يضيء دروبنا ويجعلنا في هناء دائم. فارتقوا واجعلوا العلم أول قراراتكم في رضا المنان. أنار الله قلوبنا وقلوبكم بالعلم والإيمان.